السلام عليكم أحبتي، أقدم لكم اليوم أهداف الشهر الأول من البرنامج المخصص لأطفال الخمس سنوات وأطفال التحضيري. بالنسبة للبرنامج الذي أتبعه في هذه السنة هو البرنامج الوزاري المخصص لهذه الفئة العمرية. سوف أسعى جاهدة إلى تنويع الأنشطة المقدمة، سوف أركز على التعليم باللعب من خلال أنشطة عملية، وسوف نضيف أيضا أنشطة على الكراس والكتاب لتهيئة الطفل للسنة الأولى ابتدائي والدخول إلى المدرسة. بالنسبة للمحاور المقدمة هي عبارة عن 10 محاور، هو برنامج ثري جدا ومتنوع. المحور الأول وهو التعبير الشفوي، المحور الثاني القراءة، التخطيط والكتابة، التربية المدنية، الرياضيات، التربية الإسلامية، الأنشطة العلمية أو التربية العلمية، التربية التشكيلية، وسوف نضيف المسرح. سوف يقوم الطفل أو مجموعة الأطفال بالقيام بمسرحيات، وكذلك الأناشيد والموسيقى. إذن بالنسبة لهذا الشهر، محور التعبير الشفوي، يتمكن الطفل في هذا الشهر من صياغة جملة اسمية بسيطة من خلال عرض مجموعة من الصور أمام الطفل وهو يقوم بوصفها، كذلك جملة فعلية بسيطة بعرض مجموعة من الصور التي تحوي أفعالا. سوف أقوم بتنزيل الأنشطة التي تسهل للطفل هذه العملية وكيفية تقديمها للطفل من خلال البرامج الأسبوعية، وكذلك أنشطة منفصلة حسب الدروس. يجب أيضا أن يتمكن الطفل من استعمال أدوات الاستفهام، من، ما، هل، من، ما، كيف. بالنسبة لمحور القراءة، سوف نقوم بربطه بمحور التعبير الشفوي لكي نسهل على الطفل الأمور ولا نصعبها عليه ويشعر بالإحباط. لذلك سوف يكون محور القراءة كما قلنا مرتبط بالتعبير الشفوي. سوف يقوم الطفل بتسمية بعض الأدوات المنزلية والمدرسية وإقامة علاقة بينها من خلال ربط الصور المتشابهة. الهدف الأخير لهذا الشهر هو تعيين صوت في كلمة. نعرض مجموعة من الصور أمام الطفل، يقوم بتسميتها، ثم نسأله هل هذه الكلمة تحتوي حرفا معين. أكرر لكم أني سوف أقوم بتنزيل الجداول الأسبوعية والأنشطة المخصصة لكل هدف على حدة. محور التخطيط والكتابة، الهدف من هذا المحور بالنسبة لهذا الشهر هو رسم خطوط بطريقة سليمة وتسميتها والتعرف عليها ورسمها في وضعيات صحيحة. رسم الخط العمودي، الخط الأفقي، الخط المائل، وكذلك رسم الخطوط الدائرية. التربية المدنية، النشيد الوطني وألوان العلم والرموز التي يحتويها العلم. يقدم الطفل نفسه، الاسم، اللقب، السن والجنس، أفراد الأسرة وأفراد العائلة. الرياضيات، اكتشاف المفاهيم الفضائية، على، تحت، أمام، وراء. يتعرف الطفل على معنى الكلمات ويتمكن من تعيين شيء مقارنة بشيء آخر أو بالنسبة لشيء آخر. إذن فوق، تحت، داخل، خارج، قريب، بعيد، كذلك التمييز بين الأشكال، المربع والدائرة، الانطلاق والوصول، والعدد الرتبي. بالنسبة لمحور التربية الإسلامية، البسملة والحمدلة، التحية، سورة الفاتحة، وطاعة الوالدين. الأنشطة الإيقاظية العلمية، التعرف على الجسم والوجه، الحواس، السكون والحركة. التربية التشكيلية، اكتشاف الألوان والأشكال، التعرف على الألوان والتلوين، تسمية الألوان، وخاصة القدرة على اختيار الألوان المناسبة والدقة في التلوين. في الختام، أتمنى من كل من لديه مقترحات أو استفسارات تركها في التعليقات أو التواصل معي على جروب الفيسبوك. في الختام، شكرا لكم والسلام عليكم.